بشخصية البطل تخطى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة الذهاب أمام سان داونز الجنوب إفريقي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بهدفين دون رد. الأهلي حامل اللقب القاري ينتظره تحديات عديدة في الفترة القادمة، وخاصة مباراة العودة أمام الفريق الجنوب إفريقي على أرضه للعبور إلى نصف نهائي البطولة في طريق الحفاظ على كأس الأميرة السمراء. منافسات مهمة ينتظرها الأهلي لاستكمال المشوار القاري نحو الحفاظ على اللقب الإفريقي وتحقيق النجمة العاشرة، إلى جانب الرغبة في اقتناص لقب قاري جديد عندما يواجه المارد الأحمر منافسه المغربي نهضة بركان في السوبر الإفريقي. إصابات وغيابات عديدة في صفوف الأهلي، إلا أن موسيماني ورفاقه وضعوا نصب أعينهم تحديات المرحلة وطموحات جماهير الأهلي في التتويج بجميع البطولات الموسم الحالي محليا وقاريا. نرحب بحضراتكم ومرة تانية. وزي ما احنا عارفين الأهلي تخطى مباراة الذهاب أمام سان داونز بثنائية، لسه عندنا مباراة العودة يوم 22 في ربع نهائي دوري الأبطال، كمان عندنا ماتش السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي، ده هيكون يوم 28. أكيد هنتكلم في الاستعدادات والتحديات اللي بيواجهها الفريق، بس خلينا نرحب في البداية مع كابتن أسامة عرابي نجم الأهلي السابق، واللي أنا سعيدة جدا إن هو معايا النهاردة بجد في أول حلقة بعد عودة البرنامج. صباح الفل. صباح الفل. صباح الخير كل سنة وأنت طيبة، وأنا سعيد أكتر بوجودي معاكي. نتقابلنا في أكتر من مناسبة، وتقابلنا في النادي وفي الأقصر، وتقابلنا في كذا مكان. طبعا كل سنة طيبة والشعب المصري كله بخير يا رب دايما. خليني بقى أبدأ مع حضرتك، وأكيد يعني مش هندخل في الملفات يعني الشائكة، خليني أقول على طول لازم نتكلم عن كابتن أسامة، نتكلم عن يعني 28 بطولة برضو مع الأهلي، أكتر من 17 سنة. البداية كانت زي ما بنقول كده كرة شراب في شوارع المنيرة، بعد كده كابتن حمادة إمام أخذ حضرتك ورحت عملت اختبار في نادي الزمالك، وبعد كده رحت مقاولون العرب، بعد مقاولون العرب للأهلي تحت 21، بعد كده حضرتك صعدت تقريبا كانت موسم 82 مع كابتن محمود الجوهري. فيعني قصة كبيرة من النجاحات برضو، أكيد تاريخ طويل. حابة أبدأ من هنا وذكريات كابتن أسامة والفكرة كمان المقارنة بين زمان ودلوقتي وفكرة الاحتراف تحديدا، لان طبعا فرق كبير بين الاحتراف زمان والاحتراف حاليا. طبعا انا يعني انت لخصتي التاريخ. التاريخ لا ده حاجه كويسه، انه انا يعني في برامج كتير اتكلمت على الموضوع ده. زي ما انت قلتي فعلا، انا طبيعي كانت الكوره في الشوارع زمان، ما كانش طبعا اعداد العربيات يعني في الشوارع بالطريقه دي في فتره السبعينات والثمانينات، كلنا كنا بنلعب في الشارع. يعني كان طبيعي جدا معظم الشعب المصري سواء في القاهره في كل مدن كل مصر، كل الاحياء كمان يعني كل الاحياء والمتواضعه كله كان بيلعب في الشارع. فدي كانت البدايه فعلا. ويعني انا من حي زي ما انت قلت المنيره، يعتبر اللي هو الحي اللي بين القصر العيني والسيده زينب، وكان فيه نجوم كتير جدا. يعني انا كابتن حماده امام طبعا نجم الزمالك، بس انا يمكن ما حضرتش فتره سكنه، لكن هو بعد كده اتنقل يعني من حي المنيره. كابتن فاروق عفار، كابتن ابراهيم عبد الصمد، كابتن احمد ماهر، كابتن اسامه مجدي امام، كابتن اسامه عباس، يعني في نجوم كتير جدا، كابتن عبيد هنداوي، عبد العزيز حسن، نجوم كتير جدا. وابتديت فعلا هناك في كره الشراب والمدرسه، ثم زي ما انت قلت رحت نادي الزمالك تحت 13 سنه، كابتن احمد امام وداني. وبعدين يعني فضلت ان انا كان نفسي العب في النادي الاهلي، ثم رحت نادي المقاولين العرب بعد كده، لعبت 3 مواسم، واتنقلت سنه 81 للنادي الاهلي مع الكابتن احمد ماهر، و82 اتصعدت للفريق الاول مع الكابتن محمود الجوهري والكابتن زيزو عبد الشافي طبعا النجم الكبير كان مدير كوره. وفضلت بقى من 82 لغايه 1999 17 سنة في الفريق الأول. زي ما أنت قلت الحمد لله بقى بطولات كتيرة، 28 بطولة في كل مختلف
المسابقات، يعني سواء ابطال افريقيا، ابطال الكؤوس، الدوري، كاس مصر، الافرو اسيويه. الحمد لله 28 بطوله، يعني عدد من اكتر يمكن 2 أو 3 لعيبه في النادي الاهلي حصولا الحمد لله على البطولات. فتاريخ الحمد لله يعني كبير، وطبعا طبعا مع منتخب مصر واهم محطه فيها اللي هي كاس العالم 90. يعني برضه رشح حضرتك كان مصمم كابتن محمود الجوهري ان حضرتك تكون متواجد. انا عارفه يعني طبعا كتير مدربين عدوا عليا سواء اجانب او مصريين اثروا في مسيرتي، زي كابتن انور سلامه، كابتن طه اسماعيل، مستر هولمان، مستر ناس كتير، كابتن احمد ماهر، ناس كتير اثروا فيا. بس يمكن كان اكتر اللي اكتشفني واللي لعبت معاه فتره طويله في النادي الاهلي او في المنتخب هو كان الكابتن محمود الجوهري. الحمد لله كان هو من الناس المقتنعين جدا يعني بكابتن اسامه. ففعلا ليا معاه يعني فترات وذكريات كتيره جدا يعني في تاريخي. بس خليني يعني الكلام حضرتك بتقوله ده برضه لو تسمح لي اروح لسؤال مهم. 17 سنه مع الاهلي، لكن شاره الكابتن حضرتك حصلت عليها يمكن اخر موسمين مع الفريق. ده كان راجع لايه؟ هقول لك بقى، كويس ان انت قلت النقطه دي. الجيل بتاعنا احنا اللي هو جيل الثمانينات والجيل السبعينات اللي قبليه، لما كابتن الخطيب ومصطفى عبده والجيل ده وصفا عبد الحليم والمجموعه دي وقبلينا، كان اللعيبه لما بتلعب في نادي من ساعه ما بتطلع غالبا لغايه لما يعتزل بيبقى موجود في النادي ده، ما بينتقلش زي موضوع الاحتراف السهل دلوقتي. ايوه بالظبط بالظبط. او لما النادي بيستغنى عنه. ولذلك هي شرط الكابتن بتيجي ازاي؟ لو فرض ان انا واحد في سني، يعني مثلا الكابتن علاء ميوب مثلا او كابتن طاهر ابو زيد في سني، وهو طلع لعب قبلية بساعه بالاقدميه بالظبط، وقعدنا احنا 12 سنه مع بعض، هو يفضل هو الكابتن. صحيح. فعشان كده مش انا بس، لعيبه كتير في تاريخ النادي الاهلي قبل فتره الالفينات هتلاقيه ممكن حياته كلها لعب 10 12 13 سنه وما خدش شرط الكابتن. فهو ده السبب الرئيسي. مثلا الكابتن محمود الخطيب اللي هو يعني اسطوره الكره المصريه، لما طلع كان موجود الكابتن مصطفى عبده، كان موجود الكابتن مصطفى يونس، كان موجود الكابتن صفا عبد الحليم، دول لعبوا قبله. ولذلك هو تلاقيه برضه خد الكابتن في اخر سنوات حياته. صحيح. يعني فمش بس معايا انا، طبعا كل جيلنا والجيل اللي قبلنا كانت غير دلوقتي تماما. دلوقتي يعني الاجيال الجديده بتلاقي الفرقه ممكن ما بتقعدش مع بعض 3 سنين وتغيرت كلها. صحيح. فسهل تلاقي واحد بقاله 3 4 سنين ويبقى كابتن النادي الاهلي او كابتن نادي الزمالك او كابتن اي نادي في مصر يعني. فهو ده السبب ان كنا بنقعد فترات طويله مع صحيح. بعض. كان اخر واحد قبليه كان الكابتن شوبير، خدها من سنه 95 برضو. شوفي 95 لغايه 97، وبعدين انا خدتها من 97 ل 99. كان قبلينا علاء ميوب وطاهر ابو زيد ومحمود صالح وطاهر ابو زيد وربيع ياسين، ودول اعتزلوا مع بعض. ولذلك الاشاره جت لشوبير ثم انا. ايوه. فهو ده السبب الرئيسي ان احنا ما كانش بسهوله تبقى الحصول على شرط الكابتن من كتر الانتقالات كانت صعبه. بما ان احنا ذكرنا فكره كمان الانتقالات الفرق بينها وبين دلوقتي، كمان عايز اروح مع حضرتك لفكره الاحتراف. اتعرض على حضرتك حسب معلوماتي برضو قبل كده فرصه للاحتراف، بس حضرتك رفضتها تقريبا وفتره تواجدك مع الاهلي. بص، هو الاحتراف طبعا ما كانش مفتوح بالنسبه لنا زي فترة الألفينات ودلوقتي. يعني كان صعب جدا الاحتراف. الوكلاء كانوا اللي هو الوكيل أو السمسار يعني ما كانش موجود بالصورة الكبيرة. الانفتاح على أوروبا ما كانش بالطريقة دي. صحيح. ولذلك تلاقي لغاية الأجيال بتاعت الألفينات هتلاقي أعداد طفيفة يعني قليلة جدا اللي احترف، سواء في دول عربية أو في دول أوروبية. تلاقي كده مجدي عبد الغني مثلا في آخر أيامه، في هاني رمزي في التسعينات، حسام إبراهيم بعد كده. لكن ما كانش فيه سهولة الانتقالات. أنا يعني في فترة اتعرض عليا، بس أنا عرفت بعد كده من الأهلي السعودي. أيوة. فترة 92 تقريبا أو كده،
وبس هي ما اللي انا عرفته ان هم كابتن انور سلامه وكابتن صلاح حسني كمدير كوره كانوا عايزين يحتفظوا بيا داخل الفريق في النادي الاهلي، ولذلك فضلت في ال وحتى لو وصل لك ما كنتش هتروح انا متاكد. انا رحت كابتن اسامه اسمح لي ان احنا نروح بس عشان معانا مداخله هامه جدا، واحنا كنا بنتكلم عن اهلي 2003 هو فاز على الزمالك في بطوله الجمهوريه. كابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين لكره القدم النادي الاهلي، يعني صباح الخير في البدايه كابتن بيبو، وسعداء طبعا انا سعيده جدا حضرتك معانا النهارده على التليفون في 10 الصبح في الاهلي، والف مبروك. صباح خير يا نواند، وصباح خير كابتن اسامه عرابي. صباح خير يا بيبو، كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا كابتن اسامه، والحمد لله. يعني كمان كلمتين دلوقتي في الاتحاد المصري لكره القدم، كان عندنا ورع على بطوله 2006 والحمد لله خدنا بطوله 2006 كمان، فالحمد لله انت اول ناس تعرفه دلوقتي حالا يعني على الهواء. رائع جدا. الحمد لله طبعا. وانا لو هتكلم عن امبارح يعني بجد لازم نقول يعني فوز مش هقول متوقع، ولكن اداء يعني مؤخرا شفناه تحديدا لقطاع الناشئين نقله نوعيه كابتن خالد بجد، مش مجامله حقيقي، ده كلام يعني مش احنا بس اللي بنقوله، ف يعني حاجه كلنا سعداء بيها، بس يعني ازاي برضو ده حصل؟ مجهود اكيد كبير، استراتيجيه حضرتك واضعها، خلينا نعرف كواليس برضو، لان زي ما بقول لحضرتك في طفره كبيره جدا لهذا القطاع كلنا يعني شايفينها او ملاحظينها. الحمد لله رب العالمين. طبعا يعني الواحد ما انا ما بشتغلش لوحدي، انا يعني كمل شغل الاساتذه الكباتن واللي علمونا كلنا الكوره ورا بعض، اشتغلوا طبعا في قطاع الناشئين وتعلمت منهم وخدت الكلام اللي هم حاطينه كاتبينه في مجلدات النادي في قطاع الناشئين. اشتغلت ورا الكابتن صبحي مبروك، كان حاطط اساس كويس وانا خدت منه الاساس ده وكملت عليه، وقدرنا ان شاء الله السنه دي نعمل حاجه كويسه. طبعا ده يعني لجنه التخطيط، طبعا بقالنا فتره كنا بنجهز لقطاع الناشئين وفي سيناريو كده كان محطوط، والحمد لله انا نزلت نفذته على الارض الواقع، والحمد لله يعني الدنيا ماشيه بشكل كويس جدا الحمد لله. السنه دي البطولتين اللي كملوا لغايه دلوقتي 2001 و2006 احنا اللي خدناهم بطوله الجمهوريه، 2099 عندنا ماتش فاصل مع نادي الزمالك 96، 2003 احنا ماشيين فيها كسبنا امبارح الزمالك وماشيين وراهم على طول، ان شاء الله هننافس لغايه اخر مباراه، وقدرنا ان احنا السنه دي يبقى عندنا مجموعه من اللاعبين موجودين في الفريق الاول، شفنا اخرهم كوكا موجود، وعندنا مجموعه من اللاعبين السنه دي برضو يعني حطينا سياسه جديده كده ان احنا نطلع الاولاد في السن الناشئين ان هم يخرجوا السنه دي ياخدوا فتره مباريات في الدوري الممتاز، وشفناها لعيبه النادي الاهلي عندنا 10 لعيبه في الدوري بيشغلين في الفرقه طلعوا اعراض السنه دي من الناشئين، فحطينا استراتيجيه كده وماشيين عليها، والحمد لله ربنا توفيق بتاع ربنا بقى، يعني انت بتشتغل وتحاول نتعب وبتحاول نجتهد، وفي يعني مش حاجه الحمد لله جت كده بالصدفه، كلها كنا شغالين عليها بقالنا قبل ما انا اتولى المسرح من فتره طويله، ان احنا قطاع الناشئين ده يبقى في حته ثانيه في مكان ثاني، وورا بعض كلنا بنكمل بعض الحمد لله، ربنا كرمنا والنتائج ماشيه معانا بشكل كويس جدا، توفيق ربنا ده اهم من كل شيء، احنا بنتعب وبنجتهد والتوفيق ده هو يعني هو اللي حالفنا في الفتره الاخيره الحمد لله. يعني هي نتائج واداء برضو، خلينا نبقى صراحه، انا اتفرجت على الماتش امبارح وحضرتك كنت طبعا متواجد، وحرص برضو بعض الاشخاص من فريق الزمالك وفرقه الزمالك ان هم يكونوا موجودين، بس يعني كان اللعب امبارح برضو لو هنتكلم ان النتيجه طبعا مقبوله جدا وسعداء بيها، لكن برضو كاداء حضرتك ازاي قيمت امبارح اداء الناشئين اللي كانوا في المباراه؟ والله طبعا يعني انا شايف ان المباراه كانت مش مباراه سهله، مباراه صعبه جدا طبعا، تلعب جوه نادي الزمالك وهم فرقه 2003 نادي الزمالك فرقه كويسه وفرقه محترمه، وهم كانوا يعني ماشيين كويس قوي في البطوله، احنا كمان ماشيين كويس، فالمباراه كان عندهم، احنا تعادلنا في ملعبنا 1-1، فكانت مباراه صعبه بالنسبه للولاد، فطبعا تفاصيل المباراه جوه طبعا معاك الكابتن اسامه، يعني هو بقى يتكلم احسن مني طبعا في القصص الفنيه، انما الموضوع طبعا كان صعب جدا، كل الولاد يبقى ملتزمين بالقصه اللي حطها كابتن شريف عبد الفضيل، وبصراحه عمل جيم كويس، وكان عندنا نواقص
امبارح يعني انا حد يعني لعيب كان عنده كورونا وخرجناه بره المباراه، وعندنا لعيب عنده كورونا ثاني واحد من احداث الفريق، فكان عنده بعض الغيابات وقدر ان هو يشتغل كويس وحطينا سيناريو للمباراه وقدرنا نجيب هدف، ولولا توفيق كنا ممكن نجيب هدفين كمان. وطبعا يعني الحمد لله المباراه في الاخر ان احنا قدرنا ان احنا ناخد ثلاث نقاط وكانوا مهمين جدا بالنسبه لنا يعني. رائع جدا، كل التوفيق مره ثانيه والف مبروك علينا جميعا كابتن خالد، شكرا ليك جدا على هذه المداخله. شكرا يا فندم. امبارح كانت مباراه جميله طبعاً. يمكن الشوط الاول ما حصلش فيه اي يعني اهداف، لكن الشوط الثاني فعلا الفريق قدر ان هو يحرز يعني هدف، وزي ما كابتن خالد قال فعلا احنا كان ممكن نحرز اكتر من كده، بس يعني اكيد سعداء برضو بالنتيجه. طبعا النتيجه كانت مهمه وكان لازم النادي الاهلي يكسب عشان كان في فرق للنادي الزمالك بالظبط. فاصل سريع جدا وهنرجع نكمل لسه الحديث بقيه زي ما بيقولوا ولسه كلام كتير، بس فاصل سريع ونرجع. ربنا معاهم في الماتش الجاي، وطبعا احب اقول لهم ان هو اعظم نادي في الكون طبعا، وبحبهم جدا يعني. بقول لهم بالتوفيق ان شاء الله للفريق الاهلي تقدم ان شاء الله باذن الله، وانا بحب الاهلي قوي قوي قوي. ان شاء الله احنا فريق قوي وكبير، وان شاء الله نكسب باذن الله في ماتش العوده ونحقق الطموح وان احنا ناخد العشر. والله انا بشكر اللعيبه جدا كلهم كانوا رجاله، وبشكر موسيماني قدر يدير الماتش كويس. والله تاخدوا بالكم عشان احنا ربنا كرمنا الماتش هنا، اي نعم فرصتين راحوا جنين، الحمد لله نعمه من الله علينا ان احنا طلعنا 2-0، بس ماتش هناك هيبقى صعب جدا جدا جدا. انا بشكر اللعيبه طبعا عشان الاجهاد اللي هم فيه بقالهم فتره وضغط المباريات، واتمنى لهم الفوز في الماتش اللي جاي. اللعيبه رجاله بس عايزه تضغط على نفسها شويه الفتره الاخيره، ومش يعني بعض اللاعبين كويسين، صلاح محسن عنده الفرصه انه يكون احسن. اتمنى يكون في روح يعني للفلانه الحمراء بجد، وهم عملوا اللي عليهم برغم الاصابات والكلام دوت، بس الحمد لله الحمد لله على كل خير. اقول لهم شتحلكم يا رجاله، انتوا رجاله طول عمركم، طول عمر الاهلي ورجالته ورجاله وزي الفل، وربنا معاكم ان شاء الله، وربنا يكرمنا ونكسب هناك ان شاء الله مش هنتعادل، هنكسب باذن الله. احب اقول للاهلي ركزوا، انتوا اقوى فريق وان شاء الله تاخدوا العشره، وانا بحب الاهلي جدا جدا يعني. دايما رسائل الجماهير للاعيبه الاهلي والنادي الاهلي بتكون يعني فيها نوع من كده الامل، ويبقى فيها نوع من الدعم الكبير، وزي ما بيقول على الحلو على المره، بس اعتقد ان الناس كلها نفسها السبت الجاي ان شاء الله ان احنا كمان يعني نفرح ونحرز اهداف ويبقى في كمان اداء ممتع. لو هنتكلم عن المباراه اللي فاتت الاهلي صن داونز، برضو كابتن اسامه ازاي حضرتك بتشوف الماتش كان غير الشق بتاع الاخطاء التحكيميه دلوقتي هنتطرق ليها في الاخر، لكن كاداء البعض خليني اقول لحضرتك يعني من اللي كان بيتابع المحللين الرياضيين، انا قريت بعض التحليلات، البعض كان بيرى ان هي اهداف يعني فرديه وليست جماعيه، بينقص الاهلي اللعب الجماعي، البعض الاخر بيقول لا دول هدفين يعني رائعين جدا، كان في ضغط على اللعيبه، كان في اضطهاد الى حد ما من قبل الحكم، فده كان افضل ما قد يعني يصل اليه لعيبه الاهلي، فحضرتك بترجح او بتشوف المشهد ازاي؟ اولا ببارك لفرقه النادي الاهلي والجهاز الفني وجماهيره على النتيجه. النتيجه اكتر من رائعه بالنسبه لي انا يعني كواحد لعبت الماتشات دي كتير ودربت برضو سنوات كتيره وما زلت يعني، نتيجه رائعه انك تكسب 2-0 في ملعبك مع فرقه كبيره زي سان داونز، يعني قبل المباراه ما كنتش اتمنى اكتر من كده، فالنتيجة على جنب أكتر من رائعة تاني. لكن هو فعلا الأداء ما كانش بدرجة جيدة، تيم وورك نقدر نقول يعني، وخاصة في الشوط التاني يعني الشوط الأولاني، الشوط الأول إلى حد ما في بعض الأوقات بنعرف نضغط على الخصم كويس، في بعض الأوقات بيبقى فيه هجمات فيها خطورة، طبعا طاهر احرز هدف رائع جدا، ولكن اداء الشوط الاول ما كانش على المستوى المطلوب،
وتراجع الاداء اكتر الشوط الثاني. فهو ده يمكن اللي بيقلق الناس شويه، انه الاداء ما كانش في، ما كناش في احسن حالاتنا. ثانيا عدد اللعيبه اللي كان فايق في المباراه كان قليل، يعني عدد اللعيبه اللي كان فايقين في المباراه قليل. يعني تقدر تقولي الشناوي طبعا هو نجم المباراه، ديانج اكتر من رائع، بعد كده في تباين قوي بين بقيه اداء اللعيبه. يمكن كان عندنا اصابه في يعني في الدفاع تحديدا، مصابي الدفاع كل الاربعه الاساسيين، يعني كان عندنا طبعا مشاكل. لا ما طبعا ما في في مشاكل من ضغط المباريات، دي واضحه. العدد المباريات اللي لعبناها كبير جدا بالنسبه للدوري وافريقيا. لكن انا بتكلم على تحليل الماتش نفسه بالنسبه لوجهه نظر النقاد او الجماهير. يعني في بعض الناس حاولت كتير، يعني هاني بيحاول وكان بيضغط على نفسه وكده، لكن برضو ما كانش في احسن حالاته. ايمن اشرف واضح انه متاثر بالاصابه اللي عنده شويه. عمرو السوليه برضو كان الجهد عنده كان قليل شويه، كان مش في احسن حالاته. فهو تقريبا الفوقان كان من ديانج والشناوي الى حد ما، بدر بنون الشوط الثاني ده تقريبا. عشان كده انا بقول المباراه الثانيه ما اعتقدش النادي الاهلي حاله اللعيبه هتبقى بالمستوى ده. اولا الهدف الثاني ادى ثقه كبيره جدا، واعتقد ان هو الهدف اللي ان شاء الله هيوصل النادي الاهلي للدور قبل النهائي، الهدف الثاني تحديدا. صلاح محسن يمكن البعض برضو شاف ان هو استغل الخطا اللي كان من حارس المرمى بتاع سان داونز واحرزها في الوقت كمان المناسب، يعني دي كانت او ده كان المشهد اللي احنا فعلا شفناه، استغل اللحظه الصحيحه. مظبوط. هو الشوط الثاني معظمه كان استحواذ من فريق سان داونز، بعض الخطوره، لان هما برضو ما كانوش خطيرين بالدرجه الغير عاديه، هما كانوا خطيرين في الضربات الثابته. يعني اكتر حاجه كانت خطر في على مرمى الشناوي هي الكورنرز والفاولات، بيعملوها كويس قوي، وعندهم لعيب اسمه متوبه رقم 19 متميز جدا، ولذلك لازم لعيبة النادي الاهلي في مباراه العوده ياخدوا بالهم جدا من اللاعب دوت، لانه كل الضربات الثابته اللي بتتلعب جوه ال 18 بياخدها. يعني في عمل واحده في القائم، عمل واحده جنب القائم، عمل واحده على الارض الشناوي جابها ببراعه. فهو تقريبا كانوا بيلعبوا في غيابات عندهم، يعني لعيبه اساسيه. زواني ده فرويد هايل يعني وسريع، ما كانش بيلعب. لكن انا بتكلم على المباراه الاولى. الاول الاستحواذ الشوط الثاني كان من فرقه سان داونز، لكن الخطوره ما كانتش كبيره قوي. الهدف الثاني جه في توقيت مثالي واكثر من رائع، انه جه في التوقيت دوت، وان شاء الله هو الهدف ده اللي هيكون مفتاح الفوز في مجموع اللقاءين. لانه لما بتروحي في مباراه وانت كسبانه 1-0 غير خالص لما بتبقى كسبانه 2-0. صحيح. والحمد لله برضو ان هم ما قدروش يجيبوا هدف هنا في القاهره، كانت الامور هتصعب علينا. لكن ان انت رايحه 2-0 اولا هتدي ثقه اكتر للعيبه، هتدي موسيماني نفسه ثقه انه يفكر باسلوب مختلف عن لو كانت النتيجه 1-0. هتدي استعجال لفرقه سان داونز، لانه لما ببقى انا مغلوب 1-0 وبلعب عندي امل ان انا هجيب الجون في اي وقت ان شاء الله الدقيقه 90. لكن دلوقتي لما بيبقى 2-0 الامر اصعب، الضغوط بتبقى عليها اكتر. صحيح. ببقى مستعجل ان انا احرز الهدف الاولاني، فكمان هتفتح خطوطهم في الخط الخلفي. صحيح. اللي هو اصلا عندهم مشاكل فيه، عندهم اثنين اللي هو موسى نيبوزا وريكاردو دوس سانتوس، ده عندهم بطء، وبالذات دوس سانتوس بطيء رغم ان هو لعيب كويس بطيء، فالمساحات هتتفتح عندهم ورا عشان يحاولوا يعوضوا الهدفين. اعتقد ان هتبقى في فرصه كبيره للعيبه النادي الاهلي انها تستغل المساحات اللي هتبقى في ظهر الخط الخلفي عندهم، وممكن نحرز اهداف هناك. ولو احرزنا هناك هدف على الاقل الامور هتبقى
شبه يعني طبعا ما فيش شبه مستحيل في الكوره، بس يعني تبقى صعبه عليهم جدا جدا، لان ساعتها لازم يجيبوا 4 اهداف. فانا بقول ان الهدف الثاني بتاع صلاح محسن فرق هو مفتاح ان شاء الله المكسب هناك. نتمنى ده. للاسف هم بيقولوا لي الوقت بينتهي، انا كنت لسه عايزه اروح مع حضرتك لنقاط كثيره، لان كمان على الصعيد الثاني او الشق الاخر هم كانوا بيتحدثوا بقى، نتكلم هنا بعض الصحفيين في جنوب افريقيا، ان هم طبعا في استياء كبير جدا بعد النتيجه، وان هم ما كانوش متوقعين قوي هذا او هذه النتيجه، لكن اداء الاهلي كان الى حد ما مبهر. وفكره كمان ان بنتكلم على موسيماني هو المدير الفني للاهلي، هو درب يعني فريق سان داونز، وفي لعيبه كانوا لحد دلوقتي موجودين من اللي دربهم باتس موسيماني، فاعتقد يعني كل دي نقاط تحسب لصالحنا. فكان في كلام، ولكن على كل حال انا عايز اختم مع حضرتك بتعليق سريع على الاخطاء او الخطا التحكيمي تحديدا مع محمد شريف وحارس المرمى، لان يعني ده يعني بالعين المجرده وحتى مش محتاج لفار. اول تعليق بالنسبه لي على الموضوع ده، انا مستغرب جدا ازاي الاتحاد الافريقي مش سامح بوجود الفار بالظبط. هو بيقول فيما يعني فيما سيالي هيكون فيه، بس طب اللي فات يعني الحكم طبعا وقع في اخطاء تحكيميه، لكن انا من وجهه نظري هي ابرزها ضربه الجزاء اللي هي مع الحارس في ظهر محمد شريف. ويمكن انا وانا بتفرج على الماتش في الوهله في اللحظه الاولى توقعت ان هي مش ضربه جزاء انا كمشاهد، ولكن لما تعادت هي الفكره في ايه، ان الكره قبل ما توصل لايد حارس المرمى هي كانت عدت محمد شريف، ولكن هي قبل ما توصل لايد حارس المرمى هو استعمل الحذاء في ظهر محمد شريف، فهي دي تبان اكتر في الفيديو. يعني هو الحكم اخطا طبعا، واللي اكتر خطا من الحكم هو مساعد الحكم، لانه الحكم تحركه يمكن كان في شيء من الخطأ، ولكن محمد شريف كان ظهره يعني الحكم مواجه لمحمد شريف بالظبط، فممكن ما يشوفهاش قوي، لكن اللي يشوفها أكتر المساعد، وكمان لو في فار في الإعادة كانت تبقى واضحة جدا. فهي دي أكتر خطأ الحكم وقع فيه، مع بعض الإنذارات طبعا اللي كانت غير مستحقة فنتمنى ان شاء الله ان التحكيم هناك يبقى عادل ويدي النادي الاهلي حقه. وكمان لازم الاتحاد الافريقي يستعمل موضوع الفار من اول مباراه حتى في دوري المجموعات. دي اهم حاجه، ونتمنى التوفيق لفرقه النادي الاهلي. وتاني ان شاء الله وتاني بقول انه الاداء اعتقد انه هيبقى احسن من كده، واللعيبه هيأدوا باداء افضل على المستوى الفردي والجماعي ان شاء الله. ان شاء الله ده اللي احنا متوقعينه من الفريق. كابتن اسامه نورتنا او نورتني بقى، يعني بجد كنت سعيده مع حضرتك، وان شاء الله نتقابل تاني. كده الحلقه خلصت النهارده، ان شاء الله بكره هيكون معانا بقى كريم، هيرجع ان شاء الله من السفر يكون معانا في الحلقه بكره. انا بشكركم جدا على متابعتنا، ونشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده وعشر الصبح في الاهلي.